إذن الهجوم آخذ في الوقت كفاية قبل الوصول إلى منطقة مفتوحة وسط إسرائيل. جماعة الحوثي أكدت تنفيذ ما وصفتها عملية عسكرية نوعية باستخدام صاروخ باليستي جديد فرد صوتي. الرواية الحوثية استكملت على النحو التالي: العملية نجحت وسط أخفاق الدفاعات الإسرائيلية في اعتراض الصاروخ والتصدي له. هذه الرواية مشاهدينا لم تأتي مشابهة لتلك الإسرائيلية، فالصواريخ الاعتراضية لم تخطئ الصاروخ الحوثي بل انشطر أثناء تحليقه بحسب تل أبيب. مسار الصاروخ الذي انطلق من اليمن بلغ حوالي 2000 كيلومتر، وأسقط الصاروخ في منطقة مفتوحة قرب على بعد 6 كيلومترات من مطار بن غوريون، ما أحدث حريقا وألحق أضرارا بمحطة القطارات بحسب الصور المسربة. الجيش الإسرائيلي دحض رواية الحوثيين لا سيما الشق المتعلق بالصاروخ فرد صوتي، مضيفا بأن الصاروخ الذي تم إطلاقه هو صاروخ باليستي أرض أرض قديم تم تحديثه في إيران. صحيفة معاريف من جهتها شككت باستهزاء قدرة إيران واليمن حاليا على امتلاك المعرفة والتكنولوجيا لتطوير صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.